everyone and welcome to the amputees pit stop. هيدا الفيديو حبيت اعمله بالعربي خصوصا لاوصل لاكبر عدد عالم بنات بالاخص عندهم اطراف مبتوره لفرجيهم كيف بيقدروا يزينوا الطرف تبعهم يكون لابق لاي فستان لابسينه بمناسبه رسميه بالزفاف مثلا او اذا كنتوا معزومين على شيء ايفنت كبير. انا مثلا الاسبوع الماضي كان عندي ايفنت الضيافه وحبيت اني اعمل ديكوريشن للطرف تبعي ليلبق مع الفستان مع هيك حفل كبير ضخم طالع على التي في ويكون في كتير ميديا. اي افكار او اي طرق تانية تحبوا نتناقش فيها او تقترحوها لتزيين الطرف بليز 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 تركوا كومنت تحت حتى كلنا نقدر نستفيد ونتعلم ونقدر عن جد نزين حياتنا اكثر واكثر. هلا اول شيء بدي بلش بشو الانجريدينتس او شو المطلوب منا شو المواد اللي هي مطلوبه. بتشتروا تيب. انا حبيت نقي تيب ورق. ليش؟ لانه برمت كثير وفكرت قلت التيب الورق ما ممكن ابدا انه يعني بيقدر فينا نشيله بسهوله. هيدي اول نقطه. تاني شيء الجلتر بيلزق عليه والجلو بيلزق عليه وبقدر كمان ارسم على التيب. نقيته شفاف وورق وكتير هين انه تقصوه تعملوا له شايبينج للطرف تبعكم. تاني شيء بدنا جلو يلي هو السكول جلو العادي اي سكول جلو عندكم ياه. وبدنا جلتر اوكي. وبدنا الجلو جلتر يلي هو انا جبته صراحه لصحح فيه يعني اكثر شيء بستعمله لصلح اذا في شيء مثلا حسيت فيه فراغ بعد بحط منه ببين فيه لمعه. بدنا نعمله هو انه نشوف كيف فينا نعمل. هلا انا صورت فيديو لحال فرجيتكم كيف فرجيكم فيه كيف انا لزقت التيب وهيك بس انا بوقتها لما صورت ما كنت مفكرة اني حعمل هذا الفيديو فحبيت اني احكي خبركم شو الطرق او شو الستبس اللي بتنعمل. هلا الطرف اكيد انا فوق الركبة الان. اول شيء بدنا نشيل الجزء السفلي يلي هو القدم. هلا هيدي العملية اذا انتم ما عندكم خبرة مثلي انا يعني انا عندي خبرة 27 سنة اجري مبتورة سو بعرف اني غير القطع تبعولي بعرف فكهم بعرف اعمل الالايمنت تظبيط التوازن سو عندي خبرة. اذا ما عندكم خبرة ما تعملوا هيدا الستيب. فيكم تعملوا انه تلزقوا مثل كيس نايلون حتى ما يتوسخ الطرف الجزء اللي تحت وينزل الجلتر عليه. بس انا اللي حاعمله اني حفك اذا بتحبوا تجربوا تفكوا هيدا السكروب الاول اوكي هيدا وهيدا بس تو سكروز ما بتدقروا السكروز الباقيين. اوكي فكت شفتوا بس تو سكروز فكينا القدم حتى على جنب. مثل ما شايفين هون انا مرصعتها لل 3R80 بالشواروفسكي. هول الاحجار فيكم تلاقوها باي مطرح كرافتس. انا لقيتها بمطرح ببيع قماش ومواد للخياطه ففيكم تلاقوهم وبتجيبوا الجلو العادي كمان بتلزقوه او بالجلو جان. هلا تاني شغله بدنا نفك القدم سوري قدم بدنا نفك الركبه عن السوكت. اذا عندكم روتيتر بتستعملوا كمان بس 2 سكروز حتى تقدروا ترجعوا تركبون ما يتغير الالاينمنت. سو بنفك اول شيء هيدا ما بندقر هول السكروز اوكي. هول السكروز خاصهم بالالاينمنت هيدي بس المختص بالاطراف الاصطناعيه بيقدر يدقرهم ويعدل فيهم. سو ما بنصحكم تقربوا عليهم ابدا. هلا انا بعرف عدلهم اكيد يعني بس انتم ما تدقرون ابدا. هون انا حبيت حدد الشيب تبع ال 3R80 عن الجنب حطيت من فوق على الجنب حطيت شواروفسكي. شوفوا بالفيديو شو عملت.
سو لزقت الركبة من قدام ومن وراء بالتلزيق الورق. هذا التلزيق كتير هين انه ينشال وكتير هين انه ينحط وبيلزق منيح، بس ما بيأذي ابدا البلاستيك تبع الركبة. وحطيت مثل ما شايفين هون قصقصت حسب الشيب تبع الركبة، وبعد ما لزقت التلزيق كمان لزقت على الأسطل يلي بيوصل للقدم بالركبة، دهنت الورق بالجلو بالتلزيق بأي ريشة بينتينج تدهنوها. وهي العملية لازم تكون برا، يعني تنعمل يا على البلكون أو بالجنينة حتى ما توسخ الدنيا، وبترشوها بالجلتر وتخلوها تنشف حوالي 4-5 ساعات أو نهار كامل أفضل. مثل ما شايفين هيك بتطلع، كتير بتطلع حلوة. هلأ هيدي العملية كتير مؤقتة، يعني بعد ما تخلص الإيفنت اللي عندكم بتكون تشيلوا التيب ترجعوا، لأنه بيهرهر كتير، بيدلوا يهرهر جلتر كل ما انتو عم تمشوا فيها. أتمنى أنه تنجحوا بتزيين الطرف وتشاركوا معي كل الصور وكل الطرق يلي أنتوا بتعتبروها ممكن تكون أحسن من هيدي. ما عندي مشكلة، خلينا كلنا نستفيد ونتعلم. Thank you كتير لأنه حضرتوا الفيديو. ما تنسوا أنه تعملوا لايك شير سبسكرايب، وسوري لأن طولت عليكم الحكي، بس ماني معود كتير أعمل فيديوز، بس حبيت أني شارك معكم هيدي التجربة لتستفيدوا وتنبسطوا وتلاقوا طرق تزينوا فيها حياتكم وتكونوا عن جد عم بتشعوا من جوا لبرا مش بس من برا. Thank you.